ولمناقشة هذا الملف، محاكمة القاضي الإيراني المقرب من النظام حميد نوري في ستوكهولم في قضايا قتل خارج القانون ومتهم فيها الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني السيد محمود أحمد. مرحبا بك معنا. مرحبا بحضرتك وبمشاهديكم الكرام أخي العزيز، حياكم الله. ما مغزى التوقيت محاكمة البدء في محاكمة نوري في هذا التوقيت بالذات، ونحن نسمع عن عقوبات أمريكية ضد بعض الميليشيات الموالية لإيران؟ طبعا هذا الرجل هو جاء بتحرك من أصدقاء له هنا في أوروبا من أجل أن يختطفونه الواقع، ولم يأتي هو بزيارة عادية وزيارة طبيعية مثل كل الزوار اللي يجون، ولا جاء من أجل أن يتابع عمله ويتابع خدمته للنظام الإيراني. فعندما وصل دخل المطار لم يرى بابا للخروج ليخرج منه، بل السلطة الشرطة حاصروه ونقلوه إلى الانفرادي وإلى اليوم. هذا الرجل ارتكب جرائم كبيرة. طبعا النظام، الجميع يعرف أنه النظام الإيراني لا يطبق القانون وإنما يطبق الفتاوي ويطبق الأوامر بكل من كل الناس اللي لهم دور بالسياسة الداخلية لإيران، والسياسة الداخلية والخارجية لإيران هي بيد خامنئي، وقبل ذاك في زمن الاغتيالات هذه الاعدامات كان الخميني موجود، والخميني كان اهم واشد من خامنئي بالاوامر وضروره تنفيذها، لان كان كثيرين يقدسونه، كانوا من اللي يعملون معه. وعندما اصدر الراي بتشكيل لجنه من 4 اشخاص اللي تفضلتوا بالتغرير عنهم، فهو بدأ الإجرام. هذا كان موجود في أحد السجون الأخرى بالقرب من لشكرة، من جوهردشت اللي هي مدينة بالقرب من طهران، والمجاهدين خلق يطالبونه بإعدام. هو أعدم من المجاهدين فقط 444 شخص، نعم، بالإضافة للشيوعيين مثل ما تفضلت. طيب هذا كله ماذا يعني في ضوء أن الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي كان واحدا من تلك اللجنة التي سميت بلجنة الموت؟ وهل ثمة إحراج تمثله محاكمة نوري للنظام برأسه الجديد رئيسي؟ طبقا لما نعرفه عن النظام الإيراني لا يوجد إحراج، ليس له هو نفسه بل حتى للخامنئي ما يوجد إحراج. لماذا؟ لأنهم هم هذا الإحراج هم مشترين، هم دافعين الكثير من هذه المواقف. تصور أنه ممثل الاتحاد الأوروبي يحضر بالتنصيب ماله، وهم يدرون بهاي المجازر اللي ارتكبها هذا الرجل في طهران وفي عدة محافظات من إيران، جرائم كبيرة، وهم يدعون بحقوق الإنسان ويتحدثون عن حقوق الإنسان. لكن من نظرة المجتمع الدولي اليوم افتضحت إيران طبعا بالتأكيد، والرئيس الجديد رايح يواجه مشكلة في طلعاته، لأن تعرف أنا أتذكر أنه كثير من القادة اللي كانوا متهمين بهكذا إجرام، ولا ليس بهكذا، بأقل من هذا بكثير، من عندما وصلوا إلى أوروبا اعتقلوهم. نعم. وهذا يدفعني لسؤال آخر، هل تتوقع أن تكون هذه المحاكمة فاتحة لمحاكمات أخرى في دول أوروبية أخرى قدمت فيها شكاوى من أهالي المعدومين؟ نظرا لان المحكمه الان في هذا المكان اللي تحاكمه به، هاي المحكمه معتبره دوليا، بالتاكيد ستكون هي بدايه الشر
للنظام الإيراني كله، ويمكن أن تنكشف ليس فقط ضد هذا الشخص نفسه وضد الرئيس ماله، وإنما يمكن ضد الآخرين من الذين تعاونوا مع النظام لقتل الناس الأبرياء. في ناس اليوم أحدى النساء تحدثت عن 12 عضو من عائلتهم غضوا عليها، وأحدهم طفل عمره 11 سنة فقط. فنظام إجرامي يرتكب الجريمة أينما حصلت للفرصة، ولا يخجل من هذا العمل، ويدعي أن هذه قرارات. لماذا قرارات؟ يقول أن مجاهدين خلق غاموا على النظام وواجهوا النظام، فجروا في طهران وهاجموا من العراق، هاجموا النظام الإيراني، إذن مستحقين الإعدام، حملوا السلاح على النظام. هل ثمت تداعيات سياسية وقانونية على النظام الإيراني فيما لو ثبتت بعض التهم الموجهة لرئيسي وبدأت المحاكمة الفعلية؟ أكيد أكيد، وتجي أسماء من النظام الإيراني على هذا الموضوع، لأن القضاة هؤلاء القضاة يعرفون واجبهم ويعرفون عملهم ولديهم الخبرة العالية. احنا نتذكر عندما تم انفجار احد مراكز اليهودية في امريكا اللاتينية، دخل فيها الاتهام مباشرة الى رفسنجاني الذي كان رئيسا للجمهورية هناك. فهؤلاء اكيد ستأتي اسماءهم بالاتهام، لكن هذا رايح يطول، ليس في شهر او سنة تنتهي هاي المحاكمة، لان اليوم اللي حضروا من الشهود اتصور 30 نفر، لكن هذول 30 نفر لم يدخلوا المحكمة، إنما واحد أو اثنين دخلوا المحكمة، وهي تستمر أيام حتى يعطون شهاداتهم. نعم، تستمع المحكمة إلى الشهود. طيب، هل سيقلل هذا من تحركات المسؤولين الإيرانيين خوفا من الملاحقات والمحاكمات؟ أكيد البعض منهم، نعم البعض منهم المباشر في هذا الاتهام، لكن النظام الإيراني يمكننا أن يأخذ اطمئنان من الدولة التي يزورها أحد هؤلاء المسؤولين، ويطمئن على عودة العضو من عنده إلى البلاد سالم، يعني الله يتركهم يخرجون. لكن النظام الإيراني دائما عنده هو عنده الاختطاف للأجانب، ويطالب بتركهم بعدما يتركون السجناء المعتقلين في أوروبا، وهذا حصل حتى لقتلة القيادات الكردية في ألمانيا. نعم، المتخصص في الشأن الإيراني من لندن سيد محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.